تفضل يا احمد. السلام عليكم. تسمعني؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك وليد؟ ان شاء الله طيب. والله بخير، بخير حال، في نعمه وفضل من الله. الله يديمها عليك. عندي سؤالين ممكن تجاوب عليها. هذا لك شيعي ولا سني؟ شيعي. احنا عندنا سؤال، هل بايع علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب طائعيه ام كراهيه؟ وانت مثقف دقيق لو سمحت. انا مش مثقف دينيا، معي سؤالين بس تجاوب عليها. ممكن اسئله مش بخصوص يعني مثلا بزنقك في حاجه ولا شيء، بس اسئله سطحيه. والله انا ممكن، انت شكلك انسان طيب، فانا ممكن اديك عادي تسال، ما فيش مشكله، تفضل. الحين يا سيد وليد، الشيعة هذولا مثلا كلهم الشيعة، احنا الشيعة والزيود والفاطميين والاسماعيلين هذا كلهم كفار ولا شو وضعهم مثلا اللي ما يتبعوش مثلا المذهب الشافعي؟ اللي ايه؟ اللي ما يتبعوا المذهب الشافعي مثلا، اللي هو مثلا مذهبكم. هي قضية مش قضية مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك ولا ابن حنبل ولا إلى آخره. يعني القضية مش هنا، احنا بنتكلم على أصل الإسلام. يعني هم لا يتبعون أبو بكر الصديق فيتبعوا الإمام الشافعي والإمام أحمد؟ شلون يعني؟ هذا دقيقة، مثلا يمكن 400 مليون 300 مليون هذول كلهم كفار. يعني أنت بتقول إزاي هم كفار؟ مش إزاي هم كفار، الآن هم بنظركم أو بنظرك أنت هم كفار. الإسماعيليين، الزيودة، البهرة، الفاطميين. يا غير يعني يا أستاذ، الله يبارك في عمرك ويهديك يا رب. هي القضية كلها، القضية كلها بمن يؤمنون وكيف يفعلون، وهل وصلوا لمرحلة الشرك بالله عز وجل والقول بتحريف القرآن أم لا، هل اتخذوا دينا غير دين الإسلام أم لا، هل زوروا الإسلام أم لا. هي القضية هنا. الحين أنت يا أستاذ وليد، الحين أنت بنظرك مثلا الأحادي، أنت مؤمن بصحيح مسلم يعني البخاري ومسلم، هذا ما تشكك فيه أبدا. يا أستاذ أنت أساسا على ملة تانية غير ملتنا، هتعتقد بيه إزاي؟ زي ما أنا ما أعتقد ولا بالكافي ولا بالكتب الشيعية. لو سمحت دقيقة دقيقة، مثلا أنا شفت في قريت كتب إنه البخاري هذا جاب بعد 200 سنة من موت الرسول يعني. طيب، وأول واحد صنف كتابا يعني، أول واحد صنف كتابا عند الشيعة جاب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقد إيه؟ ما أعرف. طب لما تعرف ابقى تعال، لما تعرف ابقى تعال. لا لا لا،